محدش راح اشتبك معاهم من الاول، هم اللي اقتحموا محدش لمسهم. ده هم مباشرة اقتحموا بالرصاص الحي وقت صلاة الفجر واحنا بنصلي الفجر. اليهود ما بتعملهاش، ما بتضربش المصلين وهم بيصلوا. اليهود ما بتضربش المصلين في فلسطين. الجيش المصري ضربنا بالرصاص الحي واحنا بنصلي. حسبنا الله ونعم الوكيل في السيسي. حسبنا الله ونعم الوكيل في السيسي. يا بسرعة يا جدال. ده هو يا جدال.